التواصل مستمر أيها الإخوة، والانطلاق بقول شوط تلو شوط. السبوق أنواع يقول الشاعر، والمطلوب نوع، والركض يا صاحبي يصبح سريع، هات لي تظهرك من بين اليموع. يوم تتلاقى أهل السبق يميع، لي عليها الوصم الريم الهزوع، من نوادر يا راعي طلماس اللي لها ينبر في. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة لمراكزنا، ذعناها عليكم بالاهتمام. التوقيت الأفضل هناك عند جميل حمد بسالب جاسم خليفة المسافر دقيقتين 6 ثواني صامدا أيها الإخوة. شوطنا الـ11، شوطنا الـ11 الذي خصص ريبكار. المركز الأول شعار كفو من الجانب الآخر، هناك مع فيب عبد الله بن أحمد بن عبيد بن خليفة بالساحل، بينما اللي في المركز ثاني قمرية يمع بن محمد بن معنغويس السويدي. يا مرحبا براعي وهب، يا مرحبا براع الشبابية محمد بن سلطان بن شطيط بن عبيد بن قميش الشبي، بينما اللي في المركز الخامس أيها الإخوة وصل الدولة وحميد بن محمد بن معصم الفلاسي. هكذا كانت النتيجة. الله يا بالساحر، يا بالساحر، ماذا فعلت في هذا الماضي؟ ماذا فعلت في العام الماضي وهذا العام؟ دائما متجمل بأدائك، دائما متجمل بحضورك. فيض أيها الإخوة، فايض ركضها، فايض ركضها مستمعين الاعزاء. عبد الله بن احمد بن عبيد بن خليفه بن الساحر الشبابيه في المركز الثاني، ومحمد بن سلطان بن الشطيط بن عبيد بن قميش المركز الثالث، احمد بن سعيد بن عبيد بن خليفه الحميني. ولكن خلني عند اللي بهنزان اللقى، فيض على المركز الاول، فيض على مقدمه تبارك الرحمن. ولكن الشبابية النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يا بوي يا بوي يا بن قميش يا بن قميش يا بن قميش، أشهد إنك متعتني يا محمد، أشهد إنك أعجبتني يا محمد، أشهد إنك كفو يا محمد، وأنت تستاهل النقطة الثالثة مع الشبابية. محمد بن سلطان بن الشطيط بن عبيد بن قميش تبي. المركز الثاني خليفة بن عبيد بن خليفة العميري. المركز الثالث عبد الله بن احمد بن عبيد بن خليفه بن الساحر. المركز الرابع ايها الاخوه احمد بن علي بن خليفه بن حميتان. وفي المركز الخامس الله عندك يا اللجنه، ماذا فعلت يا مبدع الابديع؟ اشهد انك كفيت ووفيت والله يا محمد، اشهد انك كفيت ووفيت. كم بتكلم وكم بقول، هذا الشبل من ذاك الاسد، انا بقول هذا الشبل من ذاك الاسد، والله هذا الشبل من ذاك الاسد. دقيقتين 11 ثانيه 46 جزمنا الثاني، والله انها مذخورة، والله انها مذخورة حق المواقف الكبيرة، مذخورة حق يوم ترف الاعلام بنت الشبابي. نتمنى لك كل التوفيق يا ابو حارب، تهانينا والناموس.